على كل حال خلينا نروح دلوقتي للفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي اللي واصل تدريباته امبارح على ملعب التتشيتا طبعا استعدادا عشان مباراه الحرس الوطني بطل النايجر مقرر اقامتها يوم 16 اكتوبر الجاري ده في ذهاب دور ال 32 لدوري ابطال افريقيا. خليني اقول لحضراتكم قبل انطلاق المران كان بيتسو موسيماني يعني عقد محاضره كانت مطوله مع اللاعبين اتكلموا فيها عن المرحله بقى اللي جايه وكمان مباراه الحرس الوطني زي ما كنا بنتكلم واللي المفروض بتمثل ضربه البدايه هنا للفريق في رحله اكيد الاحتفاظ بلقب دوري ابطال افريقيا. بعد كده ادى بقى اللاعبين تدريبات بدنيه تحت اشراف كابيلو مخطط الاحمال بالاضافه لتدريبات الكره زي ما حضراتكم اكيد شايفين. بعد التدريبات خاض الرباعي وليد سليمان وكريم فؤاد ومحمد محمود ومحمد هاني خاضوا فقره خاصه جدا للتصويب على المرمى. كمان شاهد تمرين النادي الاهلي مشاركه الجنوب افريقي بيرسي تاو ضمن البرنامج اللي وضعه الجهاز الفني لتجهيز هذا اللاعب للمرحله المقبله ان شاء الله. بعد ما التمرين انتهى كان بيتسو موسيماني حريص على انه يعقد جلسه مطوله مع محمد مجدي قفشه اعقبها بجلسه اخرى مع صلاح محسن وده كان في اطار الجلسات الفرديه اللي بيعقدها المدير الفني للفريق مع كل اللاعبين عشان يقولهم على تعليمات خاصه بكل واحد فيهم على حده. كويس جدا.